عندنا تقرير فريد من نوعه اللي هو الطفلة دينا العبيدي تحت الصعاب قاومت المرض من خلال ممارستها الرياضة ركوب الخيل. خلونا نتعرف عن قصة دينا وإلهامها مع هذا التقرير الجميل اللي عده زميلنا محمد الحمادي. رياضة الفروسية أو ركوب الخيل من الرياضات المهمة اللي تعلم الفارس قوة الشخصية والحزم والاحترام، وكانت موجودة عند العرب من القدم، ولليوم ما زال الكثير يحبون هذه الرياضة المميزة. رسولنا صلى الله عليه وسلم وصانع الخيل. شفت أن هذه أحلى من أحلى شيء سويتها، يعني أحلى مهارة سويتها وعجبتني مرة وركبتها. لأن فيها أكثر من يعني الرياضة، إذا دخلتها فيها أكثر من رياضة داخلها، في ركوب الخيل العادي، في التقاط الأوتاد، في القفز، في تحمل، في دريساج، في يعني عالم ثاني. زرنا نادي الجوهرة للفروسية بالخبر والتقينا بأبطال المملكة الناشئين في الفروسية واللي حققوا إنجازات كثيرة وبطولات عالمية في هذه الرياضة. شاركنا في بطولتين في جنوب أفريقيا السنة اللي فاتت وسنة هذه في كيب تاون وجوهانسبورغ. إن شاء الله حنا عندنا بطولة كأس العالم في جانوري 2019 حقت الناشئين. رياضة الفروسية لها فوائدها الكبيرة على الأطفال من الناحية الجسدية والفكرية، لأنها تحسن القدرة المعرفية وتنمي الذكاء. هي من أفضل الرياضات اللي يستفيد منها الطفل بدنيا، وتحرك جميع عضلاته وتمنحه ثقة في نفسه وتكسر عنده حاجز الخوف، وأيضا جيدة لبعض الحالات الخاصة من الأطفال اللي مثلا عنده حالات خوف أو عنده حركة اللي يسمونها الطاقة المفرطة. هي تغرس في الطفل موهبة القيادة، لذلك جانا فعل الأمر علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، لأنه الخيل طفل وزنه 20 ولا 25 كيلو عم يتحكم بكائن وزنه 500 كيلو، هذه تنمي قدرات القيادة والسيطرة عند الطفل. ورياضة أجدادنا كانوا يسوونها، وكانوا زي ما احنا الحين نستخدم السيارات هم يستخدمون الخيل. أثناء جولتنا التقينا بالبطلة الصغيرة من أصحاب الهمم دينا العبيدي اللي تعاني من ضعف أعصاب، وتحسنت حالتها العلاجية بعد ما سجلت في نادي الفروسية وبدأت ممارستها لركوب الخيل. دكتورتي نصحت سنين أركب خيل كالس وتقوي عضلاتي. هذه رياضة الفروسية بكل جماليتها واللي تعلمك التحدي والانطلاق. لصباح السعودية، محمد الحمادي، الخبر. العز يا اهل الخير جاب مهابه تجل